يظهر ان النجم آسر ياسين بيحن لذكرياته القديمه في اعماله، وده بان من الصوره اللي نشرها من مشهد من مشاهد فيلمه فرشو غطى على صفحته على الفيسبوك، وكتب في تعليقه عليها ذكريات جميله. جمهور آسر اكد له انهم بيحبوا الفيلم ده جدا. في واحد منهم كتب له فيلم جامد هو والوعد، انت برنس والله.